صندوق سيادة أو مؤسسة لإدارة أصول الدولة أو صندوق تسديد الديون، كلهم أسامي لمشاريع رهن أصول الدولة أو استثمارها أو بيعها لتسديد خسائر القطاع المصرفي. بس شو ما كان اسمها بتبقى الفكرة أولاً مش واقعية لأنه ما بتعالج مشاكل المودعين ولا بتسد الخسائر، وتانياً مش عادلة ولا بطريقة توزيع الخسائر ولا بنتائجها بخصوص توزع الثروة ومستقبل الدولة والاقتصاد. تنبلش بلا مش واقعية. أولاً بأفضل حالاتها ما رح تتجاوز قيمة أصول الدولة القابلة للاستثمار 21.5 مليار دولار، هيدا إذا افترضنا أنه لبنان دخل فعلاً مسار التعافي المالي. أما إذا استمر الوضع مثل ما هو حالياً، وهيدا المتوقع إذا فتنا بمشروع الصندوق السيادة، ما رح تحصل كل هالأصول أكثر من 11.66 مليار دولار، وهالقيمة ما بتساوي 16% من الخسائر. بيع كل الأصول لتسديد 16% من الخسائر مش سيناريو واقعي، لأنه بيعني تزليط الدولة من كل إيراداتها وتسكير الدولة عملياً. تانياً ما رح تلاقي الدولة مستثمرين طالما عم بتأجل التعامل مع الخسائر. أي مستثمر رح يجي ويصرف مليارات بدولة متحللة واقتصاد مأزوم؟ نحن هلأ بالمطار ما في كهرباء، خاصة أنه تشليح الدولة جزء من وارداتها لمصلحة الصندوق رح يمدد الأزمة لفترة طويلة. تالتاً، فكرة الصندوق السيادة بتعني تلقائياً التخلي عن دعم صندوق النقد وأي دعم دولي خارجي، والمسؤولين وصلت لهم تحذيرات بتأكد هيدا الشيء. فوق ما أنه هالفكرة مش واقعية، هي كمان مش عادلة. بعكس اللي سوقته جمعية المصارف، ال 73 مليار دولار خسارة منا مصاري صرفتها الدولة، هي الفرق بين شو في ديون على القطاع المصرفي للمودعين بالدولار وشو باقي سيولة أو موجودات قابلة للتسييل بالدولار بالمصارف ومصرف لبنان. تتنوع أسباب تراكم هالفجوة بين الفوايد يلي اندفعت بالهندسات المالية والأموال يلي تهربت لصالح النافذين يلي استفادوا من الهندسات، والدعم يلي راح جزء كبير منه بالتهريب، وتثبيت سعر الصرف يلي سمح بعمليات مشبوهة انباعت فيها الدولارات بالسعر الرسمي بعد الانهيار. الحقيقة بعدها أنه الخسائر نتيجة عملية احتيالية كبيرة، بونزي سكيم مثل ما وصفها الأمين العام للأمم المتحدة والبنك الدولي. وبهالعملية أخذ مصرف لبنان أموال المودعين من المصارف وصرفهم وعتم قابلهم أرباح خيالية لأصحاب المصارف وكبار المودعين. فكرة الصندوق السيادة بتصادر أملاك عامة، يعني بتحمل الشعب كله الخسارة بدل ما توزع الخسارة بعدل وتحملها للي حققوا أرباح بشكل غير مشروع بالفترة السابقة. الصندوق السيادة منه عادل كمان لأنه بيزيد تركز الثروة بمجتمع بيعاني أساساً من أعلى مستويات تركز الثروة بالعالم. أقل من 1% من المودعين بيملكوا 50% من قيمة الودايع بالنظام المصرفي، ومعظم المقيمين بالبلد ما عادوا بيمتلكوا ودايع بالمصارف. الاتفاق اللي عملناه مع صندوق النقد بيقول 100,000 دولار لكل حساب بكل بنك لكل شخص. بتفرجي كمان أرقام الحكومة أنه ممكن تنضمن كل وديعة لحدود 100,000 دولار من الأموال المتبقية بالقطاع المصرفي، وهالشي فيه سد 88% من عدد الحسابات المصرفية واللي هي الحسابات الصغيرة والمتوسطة. هذا بيعني أنه مشروع الصندوق السيادة منه لتعويض 99% من المودعين، إنما انخلق لمحاولة تعويض كبار المودعين وتفادي شطب رساميل أصحاب المصارف. الصندوق السيادة هو تقبيد للوضع الحالي والتطبيع معه، مصارف متعسرة واقتصاد متفكك ودولة عم تتحلل ومجتمع عم بيهاجر ولاده.